بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك والذي يجمعنا بسماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ صالح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ بتفسير هذه الآية في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، اجتباه ربه وجعله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الآية: إن إبراهيم كان أمة قانتا. إن إبراهيم كان أمة، يخبر الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم أنه اتصف بأربع صفات. الصفة الأولى أنه كان أمة، يعني قدوة، المراد بالأمة هنا القدوة، أمة، هذه صفة. الصفة الثانية قانتا لله، المراد أنه مداوم على طاعة الله، القنوت هنا معناه الدوام على طاعة الله عز وجل، أمة قانتا لله. الصفة الثالثة حنيفا، والحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه. والصفة الرابعة ولم يكن من المشركين، متبرئا من المشركين عليه الصلاة والسلام، فهو بريء منهم. وهكذا المسلم يجب عليه أن يتبرأ من المشركين، فلا يحبهم ولا يواليهم، ولكنه لا مانع أن يتعامل معهم بالمباح، وأن يتعاقد معهم بالعهود، لا مانع من ذلك، وليس هذا من تولي المشركين، وإنما هو من مصالح الدنيا. نعم، أحسن الله إليكم. ونذكر السادة الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج لمن أراد الاتصال بسماحته: 011-442-83-13. نستقبل أيضا ما يتعلق بالحج، ونبدأ بسؤال عام وصل من السائلة وفاء لسماحتكم. تقول السائلة: يا شيخ، اتفقنا نحن مجموعة من البنات أن نتهادى في العيد بحيث نتفق على قيمة الهدية، مثلا ب200 ريال كل واحدة تحضر هدية بقيمة 200 ريال ولا تزيد ولا تنقص، لكن الهدايا تتفاوت نوعيتها، ومن لم تستطع إحضار هدية تضع 200 ريال بدل الهدية في زرف، ثم نتبادل الهدايا بحيث كل واحدة منا تخرج هدية للأخرى بالقرعة، هل هذا جائز؟ هذا ليس بجائز، لأن فيه إلزاما بالهدية، الهدية تبرع وليس فيها إلزام. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، من الأسئلة التي وردت عن الحج، يقول هذا السائل سوداني مقيم بالرياض: كيف نحقق التوحيد في الحج؟ تحقيق التوحيد تصفيته من الشرك الأكبر والأصغر، ومن البدع والمحدثات، ومن المعاصي، هذا هو تحقيق التوحيد. نعم، يقول في سؤاله الثاني: ما معنى التلبية لبيك اللهم لبيك؟ تلبية معناها الإجابة، لبيك
اللهم لبيك أي إجابة بعد إجابة، وذلك إجابة لنداء الخليل عليه الصلاة والسلام لما أمره الله جل وعلا فقال له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فهذا هو المراد بالآية الكريمة، لأن إبراهيم عليه السلام أمره الله بالأذان فقال: يا ربي وما يبلغ صوتي؟ قال الله جل وعلا: أذن وعلي البلاغ. فأذن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فكل من حج إلى يوم القيامة فإنه مجيب لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم، لبيك اللهم لبيك. نعم، أحسن الله إليكم. في سؤاله الأخير يقول: الحاج وهو مقبل على الحج، كيف يستشعر يا شيخ هذا الحاج شرف الزمان والمكان في هذه الأماكن المباركة؟ عليه أن يكثر من الذكر والدعاء وتلاوة القرآن وهو في الطريق، وأن يصحب الرفقة الطيبة، وأن يحافظ على فرائض الله عز وجل، ويعلم أنه متوجه إلى بيت الله العتيق، مجيب لنداء الله على لسان إبراهيم عليه السلام، فيكثر من الأعمال الصالحة، يحافظ على الفرائض، ويكثر من النوافل والذكر، وإذا أحرم فإنه يكثر من التلبية. نعم. يقول: ما المراد يا شيخ بالمواقيت، وما هي أماكنها وتحديدها؟ مأجورين. مواقيت الحج على قسمين: مواقيت زمانية وهي المذكورة في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، وهو شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، هذه مواقيت زمانية. مواقيت مكانية وهي الأمكنة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يتعداها إلى مكة إلا وهو محرم، يحرم منها، من هذه المواقيت لأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل. فهذه هي ولأهل العراق ذات عرق، هذه هي مواقيت الحج المكانية، بحيث لا يتجاوزها من يريد الحج أو العمرة إلى مكة حتى يحرم. نعم. يقول: من أراد الحج لأول مرة في حياته، فأيهما يختار من الأنساك الأفضل؟ الأفضل أن يختار التمتع، يحرم بالعمرة من الميقات الذي يمر به، ثم إذا وصل إلى مكة يؤدي مناسك العمرة وهي الطواف والسعي والحلق أو التقصير، ويكون بذلك قد أدى العمرة، يتحلل منها، فإذا جاء اليوم الثامن وهو يوم التروية يحرم بالحج من المكان الذي هو نازل فيه. نعم. أم سعد تقول: المرأة إذا كانت عازمة على الحج إن شاء الله، ولكن جاءتها الدورة أثناء تأديتها لفريضة الحج في اليوم الثامن، ماذا تعمل؟ إذا تحرم على كل حال، تحرم سواء كانت طاهرة أو عليها الحيض، تحرم وتفعل ما يفعل الحاج إلا الطواف بالبيت، فإنها لا تطوف حتى تطهر،
قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم. فضيلة الشيخ، التفقه في المناسك بالنسبة للحاج والحاجة، فضيلة الشيخ، بعض الناس يقع في أخطاء كثيرة ثم يسأل. من يريد الحج أو العمرة فإنه يتفقه في مناسك الحج أو العمرة، بمعنى أنه يعرفها، إما أن يقرأ من كتاب موثوق المناسك المختصرة الموثوقة التي فيها وصف الحج أو العمرة، وإلا فيسأل أهل العلم ويصاحب أهل العلم ويفعل مثل ما يفعل الحجاج. نعم. محمد معنا على الخط، تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. والسلام ورحمة الله. عندي سؤالين أذكرهم يا شيخ. تفضل. السؤال الأول. السؤال الأول يا شيخ، أنا مريت في مرحلة مرضية ما يقارب 7 أو 8 سنين، وكان كل رمضان أفطر منها أيام معدودة، والآن الحمد لله رب العالمين تشافيت وتعافيت، وأريد طريقة القضاء. هل مثلا لو قضيت مثلا عن صيام عام 27 أو 28، هل أطعم عدد السنين اللي مضت كلها ولا يطعم مرة واحدة فقط عن كل يوم؟ شكرا. هذا السؤال الأول. هذا تقضي ما عليك من الأيام، وإذا كان تأخيرك للقضاء بدون عذر فإنك مع القضاء تطعم مسكينا، هذا في صدق. طيب، نكتفي بسؤاله هذا لأن الجوال خلاص. طيب، نعم يا شيخ. نعم نعم، بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، من الأسئلة التي وردت البرنامج، نذكر قبل ذلك بتليفون البرنامج 011-442-83-13، يقول: ورد حديث إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم، الحديث صحيح، الله جل وعلا حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، لا مجرد اللفظ، وإنما يقولها بنية، بنية ما عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها، أما معناها فهو لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، يعتقد هذا ويعترف به ويعمل بمقتضاها، فلا يشرك بالله شيئا، يتجنب الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ومن قالها بهذه الكيفية فإن الله يحرمه على النار ويدخل الجنة، وقد يعذب بذنوبه لكن مآله إلى الجنة، فأهل التوحيد وإن عذبوا بذنوبهم فإنهم لا يخلدون في النار، مآلهم إلى الجنة. نعم. يقول السائل: يا شيخ، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، هل معنى تحقيق التوحيد معناه الإخلاص؟ معناه تصفية التوحيد من الشرك الأكبر والأصغر ومن الذنوب والمعاصي، هذا تحقيق التوحيد. نعم. يقول يا شيخ: هل أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم؟ نعم، هي أفضل الأمم، هي أفضل الأمم، كما أن نبيها محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء، قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا خيارا، لتكونوا شهداء على الناس، تشهدون على الناس أن الرسل بلغتهم، ويكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عليكم شهيدا على هذه الأمة. نعم. هذا السائل أبو عبد الله يقول: أنا مدرس يا شيخ، وفي نهاية درسي أقول في نهاية الدرس: وصلى الله على محمد وعلى آله وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين،
انتقدني بعض الطلاب عند قولي أشرف الأنبياء والمرسلين. لا محل للانتقاد، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الأخت أم عبد الله لها سؤال عن حديث، تقول قرأت حديث: ولأن أمشي في حاجة أخي فأقضيها له خير من أن أعتكف بالمسجد شهرا. نعم، هذا فيه الحث على قضاء حوائج المحتاجين، وأن هذا أفضل من الاعتكاف في المسجد، لأن هذا نفعه متعدي، وأما الاعتكاف في المسجد فنفعه قاصر على صاحبه، والعمل الذي يتعدى نفعه أفضل من العمل الذي يقتصر ثوابه على صاحبه. نعم. يقول أبو إبراهيم في هذا السؤال: يا شيخ، بعض الناس يقولون إذا كانت أول حجة لك فلا يصح إلا أن تحج متمتعا. لا، هذا غير صحيح. يصح له أن يحج متمتعا أو قارنا أو مفردا، يصح له ذلك. نعم. طيب، معنا معيض على الخط، تفضل يا معيض. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. مساكم الله بالخير يا فضيلة الشيخ. مساكم الله بالخير يا حبيبي. عندي سؤال طال عمرك عن... طيب اقصر التلفزيون يا معيض. ماني بعند التلفزيون، الله يخليك. طيب إذن لحظة، لأن في جوالك صدى، فيه تردد بيننا وبينك، مرة ثانية تتصل. فضيلة الشيخ، من الأسئلة التي وردت، يقول هذا السائل: فضل عشر ذي الحجة والوارد فيها، وهل صيام عشر ذي الحجة كاملة جائز؟ نعم، عشر ذي الحجة فيها فضل عظيم، وهي أفضل الأيام، هي أفضل الأيام، فهي فيها فضل عظيم، ويحييها بذكر الله بالتكبير، ويستحب صيامها كما في حديث حفصة رضي الله عنها: يستحب صيامها ويستحب الإكثار من ذكر الله فيها بالتكبير والدعاء. نعم. يقول السائل: هل هذا حديث يا شيخ: تحت كل شعرة جنابة؟ نعم، هذا حديث، ومعناه أن الإنسان يبلغ رأسه بالماء، يبلغ شعوره بالماء، بحيث يصب الماء عليها وتتبلغ رؤوس الشعر وأصول الشعر أيضا، يصل الماء إلى كل رأسه أصولا وفروعا. نعم. نأخذ الاتصالات، نأخذ معنا متصل، تفضل. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل يا أخوي. بسأل الشيخ عن زكاة غنم. نعم. الزكاة المزكي جاء هنا في شهر سابع وفات معنا بينية، وما أدري فين أسوي زكاتها. طيب، شكرا. الله يبقيني، وين أحط الزكاة، وين أوديها؟ شكرا، الله يوفقك. نعم. يسأل عن زكاة الغنم، يقول: أين أضعها يا فضيلة الشيخ، وكيف السبيل إلى ذلك؟ الغنم تنقسم إلى قسمين: أن تكون غنما سائمة ترعى الحول أو أكثره من المباح، فهذه تزكيها زكاة الماشية المعروفة، أو تريد بها التجارة والبيع والشراء، هذه تزكي قيمتها إذا بعتها، أو تثمنها بما تساوي عند رأس الحول، وتدفع ربع العشر، تدفع ربع العشر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الشيخ: كيف مصرف هذه الزكاة، من الذي يأخذها؟ المحتاجين المذكورون في الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه مصارف الزكاة. نعم. يا شيخ يقول والدي لم يحج وهو في الخمسين، وهو وقد داهمه المرض، ويرغب أن يكلف شخص للحج عنه أو يكلف واحد من أولاده. إذا كان لا يستطيع الحج بنفسه لا حاضرا ولا مستقبلا وهو لم يحج فريضة الإسلام، فإنه ينيب من يحج عنه من أولاده وغيرهم. أما إذا كان يرجو الشفاء وأن يحج بنفسه فإنه ينتظر، فإذا عافاه الله يؤدي الحج الفريضة. نعم. فضيلة الشيخ، الأخت أم عبد الله تقول: ذكر الله باللسان مع الغفلة، هل يؤجر الذاكر لله بذلك؟ لا، لا بد من حضور القلب في الدعاء والذكر. لا يستجاب الدعاء من قلب غافل لاهن كما في الحديث. نعم. هذا السائل يقول: يا شيخ الله يحفظك، ما واجبنا نحو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل هم رضي الله عنهم بالفضل والمنزلة بمرتبة واحدة أم أنهم يتفاضلون؟ من حيث الصحبة يتساوون، كلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من حيث العمل والأقدمية في الإسلام فهم يتفاضلون في ذلك، وأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وبقية الأربعة عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فهم يتفاضلون. وأصحاب بدر أفضل من غيرهم، المهاجرون أفضل من الأنصار، فهم يتفاضلون، ولكن هم يشتركون جميعا في فضل الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عادل يسأل عن صلاة المسافر للحج، كيف تكون الصلاة وهو في الحج يا شيخ؟ يصلي مع المسلمين، هو في الحج لابد يكون معه رفقة ويكون مع الناس، فيصلي مثل الناس. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن تسمية يوم التروية بهذا الاسم، وما الأعمال المشروعة في يوم التروية؟ يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي يوم التروية لأن الناس كانوا يتروون الماء إلى المشاعر، لأنه في ذاك الوقت لم يكن في المشاعر ماء، فهم يحملون الماء معهم من مكة، فلذلك سمي يوم التروية، يحرمون في هذا اليوم ويخرجون إلى الحج. وأما الآن والحمد لله فإن الماء قد تيسر وفتح لهم الماء على الطرقات وفي المشاعر بسبب هذه الحكومة الفاضلة، الحكومة الراشدة، وفقهم الله لعمل الخير والإحسان. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، بالنسبة لحديث عفية عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، يقول: ما معنى هذا الحديث وما مثاله؟ معناه واضح، أن المخطئ لا يؤاخذ، إذا فعل الإنسان فعلا أو قال قولا وهو مخطئ فلا يؤاخذ في حق الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا نسي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إذا نسي الناس غير مؤاخذ. نعم. هذا يسأل يا فضيلة الشيخ عن يوم الحج الأكبر، وإذا قدم الحاج بعض الأعمال على بعضها، وما المشروع للحاج في هذا اليوم؟ يوم الحج الأكبر هو يوم العيد، عيد الأضحى، سمي بذلك لأنه تؤدى فيه مناسك الحج من رمي الجمرة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة وحلق الرأس، فهو يوم الحج الأكبر. نعم.
نذكر الإخوة والأخوات لمن أراد الاتصال بسماحة الشيخ صالح الفوزان 011-442-83-13. نرجو أن يكون الاتصال عبر الهاتف وأن يكون بعيدا عن جهاز التلفزيون كيما يكون هناك تردد وصدى بيننا وبين المتصل. فضيلة الشيخ، يقول السائل أبو كمال: استعمال المعاريض أخذا بحديث ولكم في المعاريض مندوحة عن الكذب. المعاريض يجوز استعمالها في غير ظلم، إذا كان ظالما للآخرين ومتحيلا باستعمال المعاريض فهذا لا يجوز، أما إذا لم يكن في ذلك ظلم لأحد ولا تعد على أحد فلا بأس. نعم. أبو فلاح يقول: يا شيخ صالح، متى يسقط الحج عن المسلم يا فضيلة الشيخ؟ لا يسقط الحج إذا وجب على المسلم بوجود شروطه، شروط وجوبه، فإنه لا بد أن يحج حجة الإسلام، فإذا لم يحج فإنه يقضى عنه الحج، إذا مات ولم يحج يقضى عنه الحج من تركته. نعم. من الأسئلة التي وردت يا شيخ، يقول هذا السائل: ما حكم الرياء في العبادات وهل يبطل العمل الصالح؟ الرياء هو من الشرك، شرك أصغر، الرياء شرك أصغر، وهو يبطل العمل الذي وقع فيه، العمل الذي وقع فيه يبطل بالرياء. نعم. فضيلة الشيخ، في آية كريمة يستفسر عنها الأخ، يقول: ما معنى الآية في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هذا في المنافقين، يظنون أن الله لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله سينصر الكفار على المسلمين نصرا مستمرا، هذا هو ظن السوء وظن الجاهلية بالله عز وجل. نعم. تفضل يا سلامة من تبوك معنا على الخط. تفضل سلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. نبغى الشيخ لو سمحت. تفضل تفضل سؤالك. السؤال اللي عندي في الشركات في تبوك تقصد سيارات بنظام التمليك السيارات تأجير. هذا لا يجوز يا أخي، التأجير المنتهي بالتمليك لا يجوز، لا بد إما أن يكون بيعا وإما أن يكون تأجيرا، ولا يجوز الخلط بينهما. نعم. شكرا فضيلة الشيخ. نعم. يقول: حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الربا وقال: أول ما أضع تحت قدمي ربا الفضل. لا، ما قال ربا الفضل، يقول: أول ما أضع تحت قدمي ربا عمي العباس، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أبطل الربا، ربا الجاهلية، أبطله إبطالا لا عودة فيه. نعم. فضيلة الشيخ، هل ورد حديث من استطاع أن يحج ومن قدر على الحج فلم يحج فما عليه إلا أن يموت يهوديا أو نصرانيا؟ هذا من كلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو تهديد لمن يؤخرون الحج وهم يقدرون عليه. الحج يجب على الفور لمن قدر عليه، ولا يجوز له أن يؤخره، يعني حج الفريضة. نعم. يقول السائل: يا شيخ، ما أفضل الدعاء في يوم عرفة والذي أردده أنا وأولادي؟ قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فتردد هذا الذكر وتدعو معه بما يسر الله لك من الأدعية. نعم. وبالنسبة يقول لقراءة القرآن في يوم عرفة يوم التاسع،
هذا من أعظم الذكر، فيقرأ القرآن في يوم عرفة أو في اليوم التاسع أو في اللي هو يوم عرفة، اليوم التاسع هو يوم عرفة، وتلاوة القرآن من أعظم الذكر. نعم. فضيلة الشيخ، من الأسئلة التي وردت البرنامج قبل أن نبدأ معكم، يقول: الموعظة على القبور نذكر أحيانا مناقب الميت. لا، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، ولسبب أنهم جاءوا ووجدوا القبر لم يتكامل إعداده، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس أصحابه حوله، فالرسول صلى الله عليه وسلم وعظهم في هذه الجلسة. فالموعظة عند القبور شيء طيب، بتذكير بالآخرة وتذكير بالموت والتذكير بالتوبة إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل يا شيخ: في حديث أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، متى تبدأ أيام التشريق؟ أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه أيام التشريق، وهي أيام أكل وشرب، لأنها أيام عيد لا يجوز صيامها إلا عن دم متعة أو قران لمن لا يستطيع ذبح الهدي، فإنه يصوم 3 أيام في الحج ولو في أيام التشريق، 3 تصام في أيام الحج، فإذا فاتت قبل يوم عرفة يصومها في أيام التشريق. نعم. يقول السائل يا شيخ: بعض الناس يوكل يوم الحادي عشر ثم يرجع إلى أهله، ماذا على مثل هذا الإنسان؟ هذا لم يكمل حجه، ولا يجوز له ينفر إلى بلده إلا بعد إكمال الحج وطواف الوداع. والتعجل من تعجل في يومين يعني في اليوم الثاني عشر، فإذا رمى الجمار في اليوم الثاني عشر قبل الغروب ورحل من منى قبل الغروب فقد تعجل، ومن أتاه الليل وهو في منى في اليوم الثاني عشر يلزمه المبيت والبقاء إلى اليوم الثالث عشر ويرمي الجمرات في اليوم الثالث عشر. نعم. إذن الأفضل الشيخ في حق هذا الحاج الذي قطع مسافات، فضيلة الشيخ، هل التعجل أم التأخر؟ لا، التأخر أفضل، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفي استكمال لأيام الحج، هذا أفضل من التعجل، لكن التعجل مباح. نعم. ما كلمتكم حفظكم الله يا شيخ صالح لأصحاب الحملات؟ أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في الحجاج الذين معهم، وألا يخلوا بمناسك الحج ويستعجلوهم، وأن لا يخرجوهم من منى وينزلوهم خارج منى، لأن هذا أرخص لهم، ما يجوز لهم هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا شيخ، خذوا عني مناسككم، ماذا يستفاد من هذا؟ استفاد من هذا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أداء مناسك الحج، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فيقتدى به صلى الله عليه وسلم، من كان يشاهده ويمشي معه فإنه يقتدي به صلى الله عليه وسلم، ومن جاء بعده فإنه يأخذ بالأحاديث الصحيحة في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤدي الحج على صفة ما جاء في الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، نذكر السادة الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج لمن أراد التواصل معنا: 011-442-83-13، مرة ثانية: 011-442-83-13. الأسئلة عامة وأيضا عن أحكام الحج والعمرة. يقول السائل: يا شيخ، اشرحوا لي حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.
نعم، المسلم يكون هواه ورغبته أن يفعل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يعمل على وفق ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة. نعم، تفضل يا أخي إبراهيم من مكة المكرمة. ألو، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. السلام، كيف حالكم؟ تمام. سؤالك يا إبراهيم. يا شيخ، عندي سؤال. أنا متواجد في مكة المكرمة، هل يجوز الحج بدون تصريح؟ لا، لازم من التصريح يا أخي، هذا من طاعة ولاة الأمور. و نعم، أحسن الله. شكرا شكرا شيخ. المحافظة على الأنظمة والإرشادات مطلوب من المسلم وهو في الرحاب المقدسة، لعلكم تفيضون في هذا السؤال. نعم، يجب على الحاج والمعتمر أن يتقيد بالأنظمة التي هي من صالحه وصالح المسلمين، ولا يخالف الأنظمة لما في ذلك من الضرر عليه وعلى المسلمين، وهذا من ناحية. والناحية الثانية طاعة أولي الأمر، الله جل وعلا قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يستفسر كثير من الإخوة والأخوات عن قضية الحاج أو الحج بالأطفال دون العاشرة فضيلة الشيخ، فنراهم لم يكملوا الحج نظرا لصغرهم وصعوبة التنقل مع أهلهم. من أحرم بالحج من صغير أو كبير وجب عليه إتمام الحج، فإن كان يستطيع إتمام الحج بنفسه كالطفل المميز وما فوق ذلك فإنه يفعله بنفسه، ومن كان دون التمييز فإن وليه يحج به معه ويعمل به في المناسك معه، يحج به ويحمله في الحج، على وأيضا يجنبه محظورات الإحرام حتى يحل من إحرامه مثل الكبير، لكن المسؤولية تكون على وليه إذا كان دون التمييز. أما إذا كان مميزا فإنه يفعل مثل أفعال الحجاج. نعم، إذا نوى الشخص الشيخ العقيقة في أضحية يوم العيد فضيلة الشيخ، هل تجزي؟ لا، ما يجمع بين العقيقة والأضحية، كل منهما عبادة مستقلة فلا يجمع بينهما. نعم، بعض الناس يا فضيلة الشيخ يكون قادر على الأضحية ولكنه لا يضحي. لا يجب عليه أن يضحي، لكن كونه يضحي هذا فيه الأجر العظيم، لأن الأضحية شعيرة وعبادة يؤجر عليها المسلم، فإذا كان عنده مقدرة يضحي حتى ولو اقترض، إذا كان عنده سداد إذا اقترض فإنه يقترض ويضحي لأنها شعيرة عظيمة. نعم، يقول: من نوى الأضحية فما الواجب في حقه عند دخول العشر؟ ألا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يذبح الأضحية، لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يذبح الأضحية. نعم، من دخول العشر. نعم، هل يجمع يا شيخ الحاج بين الأضحية والهدي؟ نعم، له ذلك، له أن يذبح الأضحية في منى أو في مكة على أنها أضحية. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يستفسر عن حديث: لا يرد القدر إلا الدعاء. نعم، هو من القدر، الدعاء من القدر، إذا دعا فمعناه أن الله قدر له أنه يدعو، فالدعاء من القدر لا يتعارض معه. نعم، معنا اتصال أبو يزن، تفضل يا أبو يزن.
السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ صالح؟ حياك الله. الله يحفظك. أقول لك بدي عندي سؤال لو تكرمت. أنا عندي غنم أنا أعلفها، فيها زكاة طال عمرك هذه؟ إذا كنت تنويها للبيع ففيها زكاة في قيمتها، وإذا كنت تنويها للقنية فليس فيها زكاة إلا إذا توفرت شروط الوجوب. وعندك صدى يا أخي. طيب شكرا. شكرا أبو يزن. شكرا. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، طواف الوداع إذا لم يأتي به الحاج سواء المفرد أو القارن أو المتمتع لا بد منه، فإذا خرج من مكة ولم يطف للوداع بعد الحج فإنه يرجع إن كان قريبا، أما إذا كان بعد عن مكة مسافة قصر فأكثر فإنه يكون عليه فدية، يكون عليه فدية، ولو رجع لا يفيده الرجوع إذا بلغ مسافة قصر. أما إذا كان دون مسافة القصر فإنه يرجع ويؤدي طواف الوداع. نعم. فضيلة الشيخ يقول، من قدم الحاج إذا قدم السعي على الطواف هل يجزئ ذلك؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم طاف أولا ثم سعى، تعدى المطاف، تعدى المسعى، دخل المسجد الحرام وتعدى المسعى ونفذ إلى داخل المسجد الحرام وطاف، فيقدم الطواف على السعي. نعم. يقول، ما الواجب في الأشواط السبعة بالنسبة في الطواف؟ هل لابد أن تكون متتابعة؟ وإذا فصل بينها الطائف؟ إذا فصل بينها لعذر مثل قيمة الصلاة، فصل بينها لعذر فلا يمنع هذا، إذا زال العذر يكمل الطواف بأشواطه. وأما إذا قطع الطواف من غير عذر أو انتقض وضوءه فإنه يستأنف الطواف من جديد. نعم. وإذا أقيمت الصلاة وهو في الشوط الرابع أو الخامس، إن أمكنه أن يكمله قبل أن يركع الإمام فإنه يكمله ويدخل مع الإمام في الصلاة، أما إذا كان لا يمكنه إكماله فإنه يصلي، فإذا سلم يقوم ويأتي بالشوط. نعم. يقول، ما الدروس المستفادة من حجة الوداع لرسولنا صلى الله عليه وسلم؟ أن نفعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، خذوا، قال صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم، فيعمل على وفق الأحاديث الصحيحة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفة فعله في الحج والعمرة. نعم. يا شيخ، من عليه ديون كثيرة فضيلة الشيخ لمؤسسات وشركات وأفراد وهو لم يحج، هل له أن يحج فضيلة الشيخ أو يستسمح هؤلاء؟ إذا كان المال يتسع لسداد الديون ولنفقة الحج يجب عليه الحج، أما إذا كان المال قليلا ولا يكفي إلا للديون فإنه يقدم سداد الديون وليس عليه حج لأنه غير مستطيع. نعم. من يعتقد يا شيخ بأن الأضحية خاصة بالأموات فضيلة الشيخ، وهذا منذ سنوات عديدة وهو يتبع ذلك؟ الأضحية للأحياء وللأموات، لأنها صدقة وشعيرة، فيضحي لنفسه ويضحي عن الميت من أقاربه أو من المسلمين، لأنها شعيرة عظيمة وصدقة. نعم. أحسن الله إليكم. بالنسبة يا فضيلة الشيخ لتقبيل الحجر، هل ورد شيء من السنة في ذلك؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ طواف من الحجر فمسحه بيده، هذا يسمى بالاستلام، ثم قبله صلى الله عليه وسلم وعليه جرى عمل المسلمين، هذا إذا أمكنه الوصول إلى الحجر. أما إذا لم يمكنه الوصول إلى الحجر بسبب الزحام
فإنه يشير إليه إذا حاذاه ويكفي، كل ما حاذاه يشير إليه. نعم. يقول إذا لم يستطع الحاج الصلاة في مسجد نمرة فضيلة الشيخ وصلى في خيمته فضيلة الشيخ، لا بأس بذلك، والنزول بنمرة ليس بواجب، فينزل في عرفة خصوصا أيام الزحام وأيام الحر الشديد والشمس، فينزل في عرفة داخل عرفة ويصلي في منزله والحمد لله متوجها إلى الكعبة، ويدعو متوجها إلى الكعبة لا إلى الجبل، إنما يتوجه إلى الكعبة في صلاته وفي دعائه. نعم. الحقيقة في نهاية الحلقة نذكر بجهود رجال أمننا البواسل في هذا البلد المبارك، وأيضا نذكر بجنود رجال أمننا والمرابطون على الثغور لحماية هذا البلد المبارك من شر الأعداء. لكم كلمة أخيرة في ذلك شيخ صالح. نعم، رجال الأمن يؤدون عملا عظيما، لأنهم يقومون بحماية بلاد المسلمين وحدود البلاد من الأعداء ومن المتسللين، فهم يحرسون الأمن، والذين على الحدود هؤلاء من المرابطين، إذا صلحت نيتهم يكون لهم أجر المرابط في سبيل الله عز وجل. نعم. شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح الفوزان، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية، استفدنا من هذه التوجيهات وهذه النصائح وهذه الوقفات القيمة المبنية على الكتاب والسنة. أشكر الزملاء في مكتبة الشيخ، كما أشكر زملائي الذين أخرجوا هذه الحلقة الموفقة صوتا وإخراجا وفنيا، جزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. بارك الله في جهود الجميع، وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.